صباح الفل. انا النهارده هتكلم ضد كل معتقداتك الاجتماعيه، اوكي؟ يعني اللي مش عايز يسمع كلامي او يسمع وجهه نظري عادي يقدر يقفل الفيديو، مفيش مشكله، لان احنا مش هتكلم سياسه خالص النهارده. اجتماع 100%. من شويه حطيت بوست على الفيسبوك، كتبت ان كنت حوار ما بيني وما بين واحد صاحبي وبتاع انا سنجل وهو متجوز، فطبعا بقول له تعالى نقضي الويك اند في اليونان وبتاع مش عارف ايه، فيعني هو معاه تاشيرات شنجن وحاجات كده فيقدر يسافر عادي وانا اقدر اخش عادي طبعا، فبقول له تعالى نقضي الويك اند في اليونان وبتاع، تعرف صاحبك ووحشك وبتاع. فقال لي يا عم يونان ايه ده، العيال عندها امتحانات بكره وبتاع. فقلت له امتحانات يا عم الحاج، العيال لسه داخله دلوقتي، ما بقالهمش اسبوعين ثلاثه على المدرسه وانت دلوقتي بتقول لي امتحانات، لحقته بقى في امتحانات وبتاع. فحطيت الكلام ده على الصفحه، فناس بتقول لي ايه احلى حاجه السنجله، واخد بالك؟ واحد بقى بيقول لي ايه، عارف انت بقى ايه الرد اللي هو الطبيعي المتخلف بتاع اللي هو عارف انت الاكلاشي اللي هو حافظ مش فاهم حاجه خالص، واحد متربي على كده، بيقول لي ايه، ما انت لما تخش على سن الستين مش هتلاقي حد يناولك كوبايه ميه. قلت له طب تعالى بقى، اولا الكلام ده في الدول الشموليه والمتخلفه اللي هي اساسا ما فيهاش اي رعايه لكبار السن. قال لي اه يعني انت مستني لما تكبر عشان تخش دار مسنين. يا عم دار مسنين ايه يا عم، انت قديم قوي. دلوقتي بقى في حاجه اسمها ان هوم نيرسينج، يعني في البيت بتجيلك ممرضه كل يوم الصبح في امريكا وفي ايطاليا وفي اوروبا وفي مصر كمان، ممرضه بتجيلك الصبح بكل بساطه، معاها مفتاح بتخش الصبح البيت وانت نايم، تحضر لك الدواء بتاعك وتحضر لك حمامك وتحميك وتديك الادويه وتقعد معاك وتتكلم معاك وتاخدك تمشيك شويه وتعمل لك كل الحاجات. مش خدامه، دي مش خدامه، دي ممرضه شغلتها انت بتحميك انت بتاع مش عارف ايه، بتخدمك انت سواء كنت راجل ولا ست اساسا. المسنين قال وبتظبطك والكلام ده، لو انت مش قادر على ثمنه الدوله بتدفعه. اولا مفيش حاجه اسمها انا، يعني حتى في الدول الغربيه مفيش حاجه اسمها انا مخلف عشان لما عيالي يكبروا يبقوا خدامين ليا ببلاش. هو كل الحكايه ان انت عايز خدمه مجانا، انت بخيل او برمه لدرجه ان انت عايز تسخر ولادك اللي انت مخلفهم وتربيهم عشان لما انت تعجز يخدموك ببلاش. ما تجيب لنفسك خدامه يا اخي، ما تجيب، مش قادر على ثمن الخدامه الدوله تجيبها لك لو انت ما عندكش المقدره. اه بس احنا ما فيش في بلدنا كده، اطلع حبيبي طلع بحقوقك وقول لهم الكلام ده. فالرد الاكلاشي اللي هم حافظين مش فاهمين، لما تكبر مش هتلاقي حد يناولك كوبايه ميه، وانت بروح امك مين قال لك ان انت ابنك اللي انت مخلفه ده هيطلع اصلا انسان كويس؟ ممكن يطلع معوق وهو نفسه يحتاج خدمه طول العمر، ممكن يطلع عاق. ما هو كل المجرمين اللي في السجون وقتلين القتلة وتجار المخدرات في يوم من الايام كانوا بيبي وكانوا اطفال واهاليهم فرحت بيهم وعملت لهم سبوع وعملت لهم مش عارف ايه وكبروهم، والعيال طلعت شمال وخدت مخدرات وبتاع، السجون مليانه بشر. ما كلهم كل دول في يوم من الايام كانوا، فمين قال لك ان ابنك مش هيطلع شمال او هيطلع مثلا تعبان او مريض وهو نفسه محتاج رعايه طول العمر؟ اصل انت بتقول انا لازم اتجوز واخلف لي حته عيال عشان ينفعني لما اكبر. مين قال لك ان انت محتاجه اصلا لما تكبر؟ ما تعمل لنفسك فلوس، اللي معاه فلوس هو كبير يا حبيبي بكل بساطه، بيجيب لنفسه خدامه، بيجيب لنفسه ممرضه، مش قادر وغير قادر، الدوله بتتحمل مسؤوليته. المفروض الكلام ده في الدول المتخلفه، انما الدول المتحضره اوروبا امريكا استراليا كندا في حاجه اسمها ممرضه بتيجي لك البيت تختمك، ومرتبك او معاشك اللي بيجي لك ده بقى تروح تجيب بيه خدامه تنظف لك البيت، تروح تجيب تتفرج على السينما، تصاحب واحده عجوزه زيك وتتمشوا على الكوبري شويه. الامريكان والاجانب بيعملوا كده، تمام؟ لا اصل انا مخلف حتت عشان لما اكبر الاقي حد يسندني. ما تجيب سناده حضرتك، ما تجيب مش عارف ايه، يعني حكايه ان انا ايه جايب عيال عشان لما يكبروا، مين قال لك ان انت هتتحكم في حياه ابنك؟ ما يمكن يطلع، مش هقول لك بقى يطلع شمال او يطلع مثلا ملوش يعني تعبان او مريض او كده، لا 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 لا، ممكن يطلع اناني، يعني انسان سوي وكل حاجه وبتاع بس اناني، عنده حته انانيه او ما عندوش شخصيه، ما عندهم الشخصيه، مراته ماشيه فتقول له لا ما فيش مروح لابوك، انت مش جايبني عند ابوك خدامه، معلش انا اسفه، يعني فاهم الدنيا ماشيه ازاي؟ وتبص تلاقي ان اللي انت خلفته ده وكبرت عليه اصلا ولا بيتصل ولا بيسال عليك، ليه؟ لان هو ما عندوش شخصيه اصلا ومراته ماشيه. فلو انت فاكر ان انت بتستثمر في ابنك علشان خاطر يبقى خدام ليك في المستقبل، انت راجل اهبل، انت راجل اهبل، اوكي؟ لان عشان تتحكم في حياه ولادك وانت صغير، ده بتبقى الاب المفروض تتحكم في حياتهم لصالحهم هم عشان ما يعوش بالغلط، انما لما يكبروا هم احرار، يجي يسال عليك ما يسالش عليك، الكلام ده كله بعيدا عن حته الدين، ما بتكلمش انا في حته الدين، بتكلم في مجتمع احنا فعلا عايشينه، وكميه اولاد وبنات رموا ابهاتها وامهاتها وكانوا فاكرين الاب والام ان دول لما يكبروا هيبقوا سند ليهم، ولا طلعوا ولا سند ولا حاجه، لمجرد ان هما مش شمال وما هماش مثلا مرضى، لا هما سويين وعندهم عيال ومخلفين وكل حاجه، بس مش فاضيين لك، مش فاضيين لك. ايه اللي ضمنك بقى؟ ايه اللي ضمنك ان انت لما تكبر بقى هتلاقي ابنك ده
متدين محترم كويس. انا ما هتربيه كويس اه، بس في الدنيا هتربيه تربيه تانية، لان هو البيت هو الاساس فعلا، انما الدنيا هتربيه. بص بكل بساطه كده عشان نوصل لنهايه الموضوع، الناس اللي بتتفشخر ان هم عندهم عيال، الناس دي اساسا فاهمه انه هو ربنا قال لك اه المال والبنون زينه الحياه الدنيا، بس هو جاب المال الاول ليه؟ لو معاك مال انت مش محتاج بنون في حاجه، انت مش محتاجهم في حاجه. ومين يشيل اسمك؟ انت مين اصلا عشان حد يشيل اسمك؟ محمد علي باشا برحمة، انت مين اصلا عشان انت ولا حاجه؟ ياما ناس عاشت وماتت وخلفت بالعشرين عيل ومحدش عارفهم، والناس اللي شالت اساميهم بقوا مين يعني؟ رسول الله؟ انت مين اصلا عشان خاطر تبقى الناس اللي هو عشان يشيل اسمك في التاريخ والكلام ده كله بتاع الناس اللي هم عظماء، انما انت ما فتش نفسك في حاجه. انت مش حد، انت مت ولا حاجه اساسا، انت عملت ايه في حياتك؟ انت نجحت ازاي في حياتك انت؟ او انت وصلت لايه في حياتك علشان خاطر انت اولادك تقول ما هو دول لما يكبروا هيشيلوا اسم، اسم ايه برحمك؟ انت عملت ايه؟ جولد ستار مثلا؟ انت احمد بهجت؟ انت تساويرس مثلا؟ اهو دول العيال اللي شالوا اسامي؟ اه بلا ما يجيجوا يدوروا على المليونيرات اللي كانوا في عهدنا وعصرنا، اه هيلاقوا الاسامي دي، انما عشان يشيل اسمك هيشيل اسم، يعني انا مثلا شايل اسم الصديق، الصديق ده الجد السابع ولا الثامن انا عمري ما شفته، انا شايل اسمه دلوقتي، والناس كلها بتقول وائل الصديق وائل الصديق وبتاع، هو استفاد ايه هو في التربه؟ فاهم الدنيا ماشيه ازاي؟ ده اللي انا بكلمك فيه. فلازم نغير طريقه تفكيرنا في حكايه عيالنا دي. انت مش مخلف عيال عشان يبقوا خدامين لما يكبروا ليك لما تعجز، انت مش مخلفهم عشان كده، هم لو من نفسهم اكرموك وانت كبير، انما ما ينفعش ده يبقى الاعتماد الاساسي، انما اعتمد افرض طلعوا عيال اي كلام الدنيا بوظتهم، واحد يوم شرب مخدراته بقى ولا نيل اخر على دماغه بقى زباله. افرض عمرك كان اطول من عمرهم، ما عاشوش يعني، عاشوا ولاد حلال و100 100 وكله تمام، وفي الاخر توفوا بدري عمره كده، يا سيدي هتعمل ايه؟ هتخلف من اول وجديد وانت مثلا كبير في السن؟ يا عم مفيش الافكار المتخلفه واللي انت بتفكر فيها دي بتاعت الحق اتجوز وخلف عشان لما اكبر الاقي حد يخدمني وبتاع. يا عم العيال دلوقتي والبنات دلوقتي اول كلمه تقول لك انت مش جايب لي خدامه لامك، اول كلمه انت مش جايب، وحقها هي فعلا مش خدامه، هي زوجها عندها حياتها وعايزه تستمتع بحياتها وعايزه تسافر وعايزه تربي ولادها وعايزه تكبر وعايزه وعايزه وعايزه، انت مش جايبها خدامه لامك. الكلام ده كله في ناس هيزعل رجاله كتير جدا، هي دي الحقيقه، بس عشان ما تصدمش لما تكبر، ما تصدمش لما تكبر. فانا بقول لك النهارده عشان ما تعملش حسابك على العيال دي، ما تعملش حسابك على العيال دي، تمام؟ ياما ناس خلفت وعيالهم كانوا هم عليهم اكتر ما هم فايده ليهم. فانت بكل بساطه محتاج ان انت تعمل فلوس. انت بقى عندك 60 سنه، عندك 80 سنه، معاك فلوس يا حبيبي، هيبقى عندك ناس مش بقول لك بقى فلوس بمليار طياره خاصه، لا 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 لا، يبقى معاك تبقى مستور مش بالمعاش، لا عندك ثروه عايش عليها، تجيب بقى هدايا لاحفادك، تجيب بقى مش عارف ايه، تتفسح تغير جو، تتعرف على حد تسهر معاه، تجي لك ممرضه الصبح تظبط لك ادويتك وتديك الادويه وتحميك وتظبطك وتسيستمك وتروح وتاخد مرتب اخر الشهر، تجيب حد يطبخ لك اكله حلوه، تجيب اللي معاه فلوس مش محتاج عيال في حاجه، واللي معهوش فلوس ومعتمد ان عياله هم هيطمن الجيل اللي احنا عايشين فيه ده، الاولاد اللي بتتولد دلوقتي دي، دول لما يكبروا انسى ان هم يعرفوا حاجه اسمها ليه؟ الثقافه الامريكيه بقت في كل حاجه، وفي امريكا ما فيش حاجه اسمها ايه؟ اصل انا مستني عيالي يكبروا عشان يخدموني. انت مش جايب مش خلف قدامين، ما تبقاش اناني لدرجه ان انت تتحكم فيهم وهم صغيرين، وكمان عايز تتحكم في حياتهم وهم كبار، لا لازم. وكل الناس اللي قعدت مع ابهاتها وامهاتها، يعني انا اعرف كميه بنات اقسم بالله اللي هم بيتقال عليهم عوانس دلوقتي، كميه بنات بالعبيط فضلت جنب امها، فضلت جنب ابوها لغايه لما ابوها ده توفى، بصت لقت نفسها فوق ال40 وما بداتش حياتها، بحيث ان هي ايه؟ كل اللي همها كان تقف مع امها المريضه، تقف مع ابوها المريض، لغايه ما ابوها ده مات في سن ال80، بصت لقت نفسها هي عندها 40 سنه، قطر الشغل فاتها، قطر الجواز فاتها، قطر الحياه فاتتها، ما عاشتش حياتها، ما عملتش اي حاجه، ما خلفتش، ما تنيلتش، ما عملتش اي حاجه في حياتها. يبقى انت دمرت حياه ابنك وهو صغير لانك خلفته وما عشتوش العيشه اللي هو المفروض يعيشها كطفوله وبتاع، وفي نفس الوقت لما كبر انت ضيعت عليه فرصه في العمر، بحجه ايه؟ انه يخدمك. كل دي انانيه. كل دي انانيه، انما انا احب ابشرك بالاخبار الجديده. كل الناس دلوقتي او 100% الا من رحمه 100% الا من رحمه ربي، من الناس اللي المتجوزه جديد والشباب والكلام ده كله، عنده طموح انه يسافر ويعمل وبتاع، واخرك معاه مكالمه، ايوه بابا انت بخير، طب الحمد لله، هو نفسه مش عايز يسمع ان انت في محتاج مشكله، ان هو اصلا عنده بلاوي فوق دماغه، بيت وحياه وغربه وبتاع، والدنيا ما بقتش زي زمان. فكده بكل الموضوع بكل بساطه وبكل صراحه، عشان بعد كده لما يعني اصارحك بالكلام ده ما تفتكرش ان انت باذيك او بزعلك او بقول لك حاجه، لا انا بعيش لك على ارض الواقع. النهارده ما فيش حاجه اسمها انا بخلف عيال عشان يبقوا خدامين لما يكبر، والنبي هات لي كوبايه ميه يا ابني. ايه الذل ده؟ هيسيب حياته وشغله بتاعش يجيب لك كوبايه ميه؟ ما تجيب لي نفسك خدامه يا عم، ما تجيب نفسك ممرضه، ما تجيب حد يدولك بالفلوس بالاجر شغل.
بيزنس، مصحات ومستشفيات، وما ترميش نفسك في دار المسنين ولا الكلام ده. على فكره دار المسنين مش حاجه وحشه، دار المسنين كويسه جدا، لو خاصه تبقى كويسه جدا، فاهم ازاي؟ ومش لازم تروح دار مسنين، وانت في بيتك معزز مكرم، النيرس بتجيلك كل يوم بتحميك وتنظفك وتظبطك وبتاع. خلاص واحد عنده حاجه و80 سنه كبير في السن مش قادر، فبيجيله النيرس تعمل الكلام ده كله، والكلام ده عادي جدا، ده هو ده اسلوب الحياه النهارده. انت في 2022 لو لسه فاكر ان انت ايه، والنبي يا ابني ناولني كوبايه ميه، ايه الذل ده؟ انت جايبه تذله؟ ملعون ابوك لابو كوبايه الميه اللي انت عايزها، سوري يعني، فاهم ازاي؟ ونظام اللي هو عشان يشيل اسمي، انت مين اصلا؟ انت في تاريخ انت مين برحمك عشان حد يشيل اسمك ومش يشيل اسم؟ انت عملت ايه للبشريه اصلا؟ فات بيل جيتس برحمك سيدنا رسول الله انت عشان حد يشيل اسمي وبتاع، اسمي ما انقرضش، ملعون ابوك لابو اسمك، انت مين اصلا؟ انت مين يعني؟ فاهم؟ فيا ريت صلح المعتقدات المتخلفة عقليا في دماغنا، اللي هو ايه، ما اتجوز عشان تلاقي حد يخدمك. الكلام ده في الدول المتخلفة، انما الدول المحترمة في حاجة اسمها الرعاية الاجتماعية للمسنين. انت هتخش دار المسنين؟ لا، وانت في بيتك الدولة تبعت لك ممرضة شغالة تبع الحكومة من نيرسينج هوم تيجي تخدمك جوه البيت، ودي اعلى اجر وظيفة في امريكا النهاردة، بتاخد $75 في الساعة، مش بتاخدهم منك، بتاخدهم من الحكومة، بتاخدهم من التأمين، بتاخدهم من التأمينات الاجتماعية، بتاخدهم من وزارة الشؤون، واللي معاه يدفع، اللي معاه يدفع. انما اخويا العمري لقيت، انت ما بتشوفش الامريكان بيبقوا عواجيز قد ايه ونازلين يتفسحوا في مصر، ده عنده حاجة و80 سنة وماشي بمشاية ونازل يشوف الاهرامات، معاه فلوس مش عارف يعمل بيها ايه، ودواه شغال وبيته شغال والدنيا شغال، دول مش اغنياء، دول ناس عادية. هو لو كان كويس كان راح لندن، بس هو عشان فقير جاي مصر. انت متخيل الدنيا بقت عامله؟ ما كل الناس هتموت لوحدها، يعني انت دلوقتي هتموت مع ما كل اللي بيموت بيموت لوحده، ما فيش حد بياخد صحابه واهله وعياله وهو ميت. انت هتموت لوحدك، وانت هتموت في هتعمل جمعيه وتموت بيها برحمك، ما كل الناس بتموت لوحدها. تمام؟ ايه يعني سيدنا رسول الله دفن غريب؟ يعني ايه اللي دفن في الغربه؟ ايه يعني هتموت لوحدك؟ مش هتدفن في بلدك؟ يا عم ارحمونا يا عم من التخلف اللي انت بتقول كلام ملهوش معنى، انت بتقول كلام ملهوش معنى. واحب اجيب لك بقى الكبيره، ان معظم الناس دلوقتي بتبقى عايشه اساسا حالهم المادي زي الزفت، بيستنوا لما ابوهم يموت عشان يورثوه. لو ابوهم ده مراته ماتت وحب يتجوز مثلا، يقول لا يا بابا ما تتجوزش وبتاع، دي عايزاك عشان فلوسك، هم بيبقى عينيهم على فلوسه اصلا. يعني كل الناس اصلا مستنيه الناس تموت عشان يورثوا منهم. انتوا بتتكلموا في ايه يا جماعه؟ بتتكلموا في ايه؟ ادي العيال اللي انتوا بتخلفوها وبتربوها. فحط كده ايه دماغك وعينيك على ارض الواقع، لو عامل على حط دي حلقه في ودنك، لو عامل حسابك ان عيالك دول لما يكبروا هيخدموك انت غلطان، وانت واهم، وانت عايش في خلل، يا اما هتضيع حياتهم هم كبار، يا اما هتقعد انت من غير شغل. الا بقى يعني لو حد يعني عبقري، يعني واحده مثلا عبقريه بقى قدرت توازن ما بين بيتها وشغلها وجوزها وعيالها، وتخدم ابوها وتخدم امها وتخدم نفسها وتاثرش في بيت جوزها، دي هتجيبها منين دي؟ ده انت عايز واحده بقى من الفضاء تقعد تبقى بميت اخطبوط بقى بميت ايد، تقعد تخدم هنا وتخدم هنا وتخدم هنا وتخدم هنا، وتفني حياتها وشبابها وصحتها عشان خاطر كل اللي حواليها يعيشوا ويبقوا احسن حاجه، وهي تتدفن وتموت ناقصه عمر. يا راجل يا راجل بلا هبل، فكر كده في الكلام اللي انا قلته لك دوت، وشوفه في الفيديو اللي جاي. وائل الصديق.